ناخذ مثال اخر لحساب الانفيرس اوف زد ترانسفورم بالريشنال فانكشن اكس اوف زد اللي تساوي 2 بلس زد تو ماينس 2 بلس 3 زد تو ماينس 4 على زد سكوير بلس 4 زد بلس 3. هذه الريشنال فانكشن او هذه السيكونس هي طبعا موجوده بالرايت سايد لان زد الار او سي مالتها اكبر من صفر. نستطيع كتابه هذه الريشنال فانكشن بالصيغه التاليه، بالصيغه التاليه اللي هي تساوي لنا 2 اكس زد تو ماينس 1 بلس زد تو ماينس 3 بلس 3 زد تو ماينس 5 في الاكس 1 اوف زد. هذا الاكس 1 اوف زد هو يمثل لي زد على زد سكوير بلس 4 زد بلس 3. هذا المقدار اللي هو زد على زد سكوير بلس 4 زد بلس 3 نستطيع طبعا نحسب له الفيرس مالته باستعمال طريقة البارشل فراكشن، استعمال طريقة البارشل فراكشن. إذا لاحظ طبعا هنا الزت الموجودة تحت الإكس ون أو الزت الحقيقة ما نحتاج نضرب هذا المقدار بزت ونقسم على زت لأن البسط تحوي على الزت، فهذا الزت نقله تحت الإكس ون أو الزت فتصبح المعادلة مالتي أو الفانكشن مالتي ريشنال فانكشن تساوي لي 1 على زت سكوير بلس 4 زت بلس 3. هذا المقدار طبعا نستطيع انه نسوي له 2 فراكشن، الفراكشن الاول سي 1 على زت بلس 1 زائد سي 2 على زت بلس 3 لوجود 2 بولز عندي هنا، 2 بولز او 2 روتس اللي هو الروت الاول ماينس 1 والروت الثاني ماينس 3. باستعمال طريقه انه كون البولز او الروتس من نوع ديستنت ريال ريال روتس نستطيع ان نحسب قيمة السي 1 الويتات سي 1 وسي 2 بالطريقة اللي تكلمنا عليها سابقا، فقيمة السي 1 تساوي لي نصف وقيمة السي 2 تساوي لي ناقص النصف، فلذلك راح تصبح الاكس 1 اوف زد نصف في زد على زد بلس 1 ماينص النصف في زد على زد بلس 3. هذه طبعا الانفيرس لهذه الريشنال فانكشن نقدر نحسبه بالطريقة التقليديه باي انسبكشن اللي راح تساوي لي السيكونس مالتي اكس 1 اوف ان تساوي نصف في سالب 1 اس ان ماينص سالب 3 اس ان مضروبه طبعا باليو اوف ان. ليش مضروبه باليو اوف ان؟ لان السيكونس مالتي هي بالرايت سايدد سيكونس، بالرايت سايدد سيكونس. اوكي، بعد ما حسبنا هذا المقدار اكس 1 اوف زد لما نرجع الى المعادله الاصليه اللي هي الاكس اوف زد نلاحظ انه قيم ال 2 زد تو ماينس 1 والزد تو ماينس 3 والزد 3 زد تو ماينس 5 حقيقه هذه تمثل لي تايم شيفت، تمثل لي تايم شيفت. فاول مقدار بالمعادله، اول مقدار بالمعادله طبعا هاي الاكس 1 اوف الاكس 1 اوف الاكس 1 اوف ان اللي هذه قيمتها الانفيرس سيكونس، هذه عندما نضربها بالحد الاول من الريشنال فانكشن هو 2 زد تو زد ماينس 1 راح تسوي لي شيفت بمقدار سالب 1، بمقدار سالب 1. الجزء الثاني او الحد الثاني راح يسوي لي شيفت بمقدار سالب 3، والحد الثالث راح يسوي لي شيفت بمقدار ايش؟ بمقدار سالب 5. فهذه تمثل لي طبعا النتيجه النهائيه للسيكونس، ومثل ما يعني نلاحظ انه السيكونس مالتي هي طبعا بالرايت سايدد، واستفادينا من خاصية التايم شيفت اللي لاحظناها قدرنا طبعا احنا نحسب السيكونس.